المشاهد اللي تم بثها للعمليات الإرهابية وسط صيحات الله أكبر، وإنه قناة الجزيرة كانت كمان يعني يتم بث المشاهد ونقلها لها، يعني إما إنها بتصور أو إنه في حد على طول بيصور وبينقل لقناة الجزيرة بشكل سريع. ولما تشوفوا كمان المصور بيهتف بهذا الهتاف بالإضافة إلى النقل السريع لعملية إرهابية لا يستطيع أحد إنه يصور أو ينقل أحداثها إلا من يتورط فيها، إلا قناة الجزيرة. انزل انت الثاني، انزل مين هذا؟ يا ولد الكاس اتكسر يا ولد، عمي 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 المدري ولا عاد الله اكبر